مشاهدينا مرة تانية بنتكلم عن هجر الزوج للبيت وتنصله من المسؤولية، واللي بياخد أشكال كتيرة، منها السفر، منها انه يمشي، منها انه يطفش، منها انه يطلق وما يسألش في ولاده حتى لو مكانه معروف. في كل الأحوال ان الزوج بيسيب مسؤولية بيته ويمشي، سواء يعني عنده هدف او ما عندوش، ده موضوعنا النهاردة مع فضيلة الشيخ خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصرية. منورنا يا فضيلة الشيخ. يا اهلا وسهلا، مرحبا. هيكلمني بقى عن الموضوع ده، واكيد حضراتكم بتقابلوا القصه دي، واكيد سيدات كتير، وانا بتكلم مع حضرتك وبدردش معاك في الفاصل قلت لي ده موضوع قديم قوي ومن زمان وبيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. متى تفسد العلاقات بين الناس؟ اذا ظن الناس ان كل واحد يعيش لوحده وينسى مسؤولياته. اذا ظن الناس ان الحب هو عباره عن الاخذ من غير عطاء ومن غير تضحيه، ان تفسد ساعتها العلاقات بين الناس. متى تفسد الاسره؟ اذا لم ياخذ كل واحد من افرادها، وخصوصا اللي هو ربان السفينه المفروض اللي هو الزوج، مسؤوليته في اداره هذه الاسره او السير بهذه الأسرة. كل واحد هو المركز، إذا صح التعبير، المركز الحقيقة هو المرأة، هو المركز الحقيقي، مركز الدفء، ومركز اللي ترجع إليه الأسرة بكل من دون أي مجاملة، يعني هي المرأة. لكن لا يبقى أن عصا القيادة في يد الرجل، والمسؤولية المسؤولية كمان في يد الرجل. لما يتنحى عن ده وياخد زاوية، فما يبصش بعين الرحمة والرعاية لأولاده اللي هم مسؤوليته، يأتيه على طول قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. شوف كلمة كفى بالمرء إثما دي، يعني كفاية عليك كده اسم تلقى به الله سبحانه وتعالى وأنت تخالف قوله يعني تعالى. يعني مفيش أكتر من كده ذنب، مفيش أكتر من كده ذنب. أنك ضيعتهم، أنك ضيعتهم يعني ما أنفقتش عليهم، ماشي، وانك ضيعتهم يعني ما رعتهمش، ماشي. كل ومن يعول دي مش ولاد بس، ده كمان الزوجه، وكمان ممكن تبقى الاب والام لو هم يعني محتاجين لاعاله. فانت يا من استسهلت كده وطلعت ومشيت وبعد، فكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول او من يقوت. وكفى وكاين بك من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. يعني انت مسؤول، يعني لما تضيع المسؤوليه دي يبقى كفى بذلك امام الله سبحانه وتعالى مسؤوليه. لذلك بالذات للعلاقه بين الرجل والمراه، والعلاقه بين الرجل والمراه، ولما تكون المراه زوجه تبقى هي اساس العلاقه الانسانيه. اساس العلاقه الانسانيه هي ما يكون بين الرجل والمراه. الدين جعلها علاقه مقدسه، وحرم ونهى، خصوصا الرجل اللي بايدك، لما يكون انت بايدك الزمام يبقى حرام عليك لما تضيع هذه العلاقة. تضيعها ازاي؟ تهجر المرأة، تضرب أي تعتدي، تعنف، لتقصر في النفقة، تبقى شيء كبير جدا. ولذلك ستجد القرآن الكريم ينص نصا على أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف أنه لا يقرب مثلا امرأته، أو لا يهجر امرأته مدة 4 أشهر، ويسمي ده إيلاء. يمكن كتير من الناس ما يعرفش يعني ايه الإيلاء، بس الإيلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. حلف وهو في البيت وكل حاجة، ما هجرهاش بره ومشي، قال لا ده بس، قال والله ما انا لو سمحتي بعيد عني. فقال القرآن بيقول له: خليك مع نفسك 4 أشهر، تربص فيها مدة إنذار، فإن فاءوا فإن شوف تسميها فيء، يعني بيسموها كأن ده غيبة عن اللي غيبة فعلا عن الحقوق، وغيبة عن المسؤولية. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق بقى يا إما هو يمسكهم بالمعروف أو تسريح بالإحسان، فإن الله سميع عليم. فالهجر واعتزال المسؤولية بهذه الطريقة جريمة. طب يعني تربص 4 أشهر للي بيقول لمراته أنا همشي وأسيبك؟ لا، ولا للي بيقول لها انا مش مقرب لك، انا مش مقرب لك. طيب ولو في اتفاق
انه هي انه هو هيسافر او بتاع وبعدين ياخدها وبعدين يقول لها لا اصل الظروف اصل مش هينفع. وناس كتير عانت يعني من الموضوع ده انه يبقى على امل وموافقه وكتبوا الكتاب وخلاص واتجوزوا ودخلوا ويسيبها بقى بالسنين، اصل الظروف اصل مش هعرف اجيب لك شقه اصل مش اصل احنا زمايل مع بعض. دي تتصرف ازاي وتعمل ايه؟ طبعا هنا في عده مستويات، وانا خلينا اكون واضح وصريح، احنا طرأ علينا ومش من دلوقتي من فتره تغيرات كتيره وبقينا راغبين في الحياه برفاهيه بصوره كبيره. ويمكن احنا فاكرين ايام يمكن من 20 25 سنه كل بيت حتى في الارياف وبيوتنا عايزين يجيبوا قبل كده الفيديو وبعد كده الدش وبعد كده دلوقتي الشاليه بتاع مارينا. أيوة. كل ده راغب في صحيح. حياه برفاهيه بصوره كبيره جدا، وندخل في اقساط فنخلص القسط ده فندخل في غيره في فمش هنعرف ننزل غير لما نخلص فكده فمش هنعرف مش هعرف انزل. لو اتعملت على كده مسلسلات واتعملت على كده افلام، وده بيبقى فيها جزء من ايضا من غيبه الزوجه. يعني ايه من غيبه الزوجه؟ يعني في الاول بتبقى برضو طامحه، خلينا نقول ليه حياه افضل فبتوافق وبتضغط على نفسها، او الحقيقه المسكينه بتبقى الضغط عليها شديد جدا، بس هي راغبه في حياه افضل مهما كان، وفي الاخر النتيجه بتبقى غربه والفه للغربه، وممكن ان هو الفه لحد تاني في الغربه. ايوه، واحنا مش عايزين في حد تاني في الغربه بياخد الجانب اللي المراه خدته او العكس. ايوه.